يعني يبدو أن هذه التظاهرة تركزت في بغداد، من جميع المحافظات العراقية جاءت هذه الأعداد التي تشاهدونها هنا، والتي تجمعت في الطريق القريب جدا من البنك المركزي، مبنى البنك المركزي. هذا هو شارع الرشيد الذي نتواجد فيه حاليا، ومن خلفنا أيضا أعداد كبيرة من المتظاهرين، ومن ثم بناية البنك المركزي العراقي التي تمنع فيه قوات مكافحة الشغب طبعا المتظاهرين عبر وضعها أسلاك شائكة وأعداد كبيرة أيضا منهم تمنع أي أحد من الاقتراب من المبنى، بعد التفاهم طبعا مع قادة هذه التظاهرة. إلى الآن هذه الأعداد ما تزال تتواجد هنا، جاءت من عدد من المحافظات العراقية، رسالتها واضحة هي الاعتراض على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار بهذا الشكل، وبالتالي الأمر هذا أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع والمواد الغذائية. هذا الأمر هو الذي دفع هؤلاء إلى التظاهر ومطالبة الحكومة وحتى البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة. أما عن الوقت الذي ستستمر فيه هذه التظاهرة، معنا الآن أبو سماح الدويتشي الذي جاء من النجف يتحدث إلينا، إلى متى تستمر هاي التظاهر؟ والله احنا بالنسبة لنا جينا محافظة النجف الأشرف لغرض خفض سعر الدولار من 163 إلى 120، وقررنا أن نعتصم في شارع الرشيد مقابل البنك المركزي العراقي لغرض فرض لغرض خفض سعر الدولار. وهي رسالة إلى حكومة السودان محمد الشيع السوداني، يعني بالضغط على الكتل الأكبر، بالضغط على الأحزاب، يعني لغرض وضغط على البنك المركزي لتخفيض سعر صرف الدولار. شكرا. إذن الرسالة واضحة، رسالة هؤلاء المتظاهرين. طيب منتظر، يعني أنا أريد أن أسألك، يعني البقاء هنا وتنظيم اعتصام على ما يبدو، منذ أن ارتفع سعر الدولار طبعا أمام الدينار العراقي، كيف انعكس ذلك على حياة المواطنين العراقيين؟ يعني كيف رصدتها فيما يخص تضخم الأسعار وغيره؟ ما الذي رصدته خلال الأيام الماضية منتظر؟ يعني ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى اشتعال الأسعار، أسعار المواد الغذائية الرئيسية وحتى الخضار، وبالتالي انعكس حتى على بقية المواد الأخرى، حتى مواد البناء، وصولاً إلى جميع المستلزمات التي يحتاجها العراقيون. هذا الأمر شكل ضغطاً طوال الأسابيع الثمانية الماضية وحتى هذا اليوم على المواطن، على الأسواق. هناك ما يشبه الركود في الأسواق، عدم إقبال على شراء البضائع، بالتالي سبب شللاً كبيراً للحياة هنا، الحياة التجارية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية. طيب. هنا أيضا معنا أحد المتظاهرين، نود أن نسأله منتظر. إلى متى ستستمرون وستواصلون هذا الاعتصام؟ السلام عليكم. الناشط المدني أحمد حنوش، إحنا يا حكومة تجي، يا حكومة تجي تقول لك راح أسوي، إحنا جاي نطالب مدارس، جاي نطالب غذائية، جاي نطالب بخدمات، جاي نطالب بدواء، جاي نطالب ضمان صحي، ضمان اجتماعي، صعد الدولار، الدولار دمر مجتمع كامل، دمر العراق.